وصلي يا ريما. صلي يا ريما بصوتك صلي، خلينا ندعي سوا على طول، وتصفى القلوب وتفتح لدروب كل الحزن والهم يزول. ما بفتكر حدا منا بهالزمن غير ما صرخ من عمق أعماقه وجواته، ويمكن شو ما كانت ديانته، مع ألامك يا يسوع ما حدا مرق على هالزمن غير ما تذكر ألامه. أكيد ما بنقدر نقارنها بألام السيد المسيح، بس هيك أخذ القوة منه بدرب الجلجلة كل مرة وقع ورجع حمل هالصليب ومشي. احنا مثله كمان، كل مرة عم نوقع وكل مرة عم نخزل وكل مرة عم نتألم ونقول خلص بدنا نبقى محلنا، ما بقى لنا جلادة، ما بقى عنا القوة، ما بقى في شي عم بيشجعنا لنكمل. يمكن عارفين انه باخر هالطريق في نور وضوء وقيامة اذا ايمنا، اذا اقتنعنا، اذا صلينا. مش بس اذا ايمنا، اذا وثقنا بحالنا، كمان أوقات الشيطان بيقوى علينا، أوقات ظروفنا بتكون كتير قاسية وكتير عوامل ما حدا بيعرفها بعضنا عن بعض بتكون عم بتكسر فينا وتاخد منا هالشوية أمل اللي بعدهم عنا، وصوت ما قلنا خلص ما تكملوا، ما في شي بالآخر، هيدا هو الآخر، خليكن محلكن، ما بقى تعذبوا حالكن. وأكيد هيدا الأصوات عم نسمعها صوت عالي هالأيام، وأوقات جواتنا، وأوقات من أقرب الناس لقلنا اللي بتحاول تحبطنا تأذينا بأي طريقة من الطرق. نحن وبعز أوقات أملنا وتوهجنا، بس لازم يضل هيداك الصوت أقوى، صوت الإيمان والتسلح فيه اللي ما عاد قلنا غيره. طبعا بده جهد من قبلنا تشبث لنقوم كل يوم نحمل هالصليب ونكمل رغم كل الوجع ورغم كل الألام ورغم كل التعب. ما فينا، ما فينا نوقف محلنا، تخلص الدنيا بيخلص العمر، ما بعود في شي بعدين يخلينا نعيش كرماله. بدنا نكمل قد ما كان الحمل تقيل. بعرف الحكي هين، بس بعرف كمان انه في شي بيستاهل بالآخر، انه نتعب كرماله. هيدا النور لما بيشبه أي نور آخر، هيدا الوعد لقد ما طول ما بيكذب، هيدا الإله الحي القال
سوف أنتصر على الموت. وانتصر، والسماء والأرض تزلان وكلامي لا يزول. يبدك تآمن للآخر، يبدك توقف بنص الطريق. ما بدنا نوقف بنص الطريق، بس بدنا عيد القوة معنا. منطالبك فيها كلنا، كل واحد مقصر بهالمشوار، كل واحد تعبان، كل واحد مشاكله وصعابه وألامه عم بتشده لورا، أو عم بحس حاله رغم أنه عم بيجرب عم بيبقى محله كمان تشد فيه طلوع. ما تخليه يوقع، وإذا وقع يعرف كيف يقوم. وتقلنا هيدا الدرب مشيتها قبلكن، وصلت، عملوا مثلي. بدفشة منك، بكلمة منك، بإيحاء منك، بإشارة منك، دغري نعرف الطريق ومنمشي على الإشارة، أكيد منوصل. مهما تأخرنا منوصل. أكيد كل واحد منا عنده هدف ليوصل كرماله. خلي هالهدف مزروع قدام عينينا. يأس هو الموت. ما تخلينا نموت كل يوم قبل الموت التاني اللي هو الانتقال لعندك. هيداك فيه فرح، وهيداك فيه سلام. بس الموت هون انتحار بشع يومي. ما تخلينا نعيشه. صحيحة منعيشه كل يوم، بس بدنا اياك احدنا تمسك ايدنا على الدرب، تمسح دمعاتنا، ترافق يومياتنا بكل تفاصيلها، ما تتخلى عنا. أيها القائم من بين الأموات، المنتصر على الموت، متشفع لأكبر الخطايا والمجرمين، لغافر لألن لأخذهم معك على ملكوتك. ما تنسينا، ما تنسى الناس كلها بهالمطرح البائس من العالم اللي هو كمان ناطر خلاصك. أمين. صلي يا ريما بصوتك، صلي خلينا ندعي سوا على طول وتصفى لقلبك.